أحوج ما نكون إلى صف موحد. حتى النجح الآن، حتى النجح الموسم السياحي والنجح الموسم الزراعي والنجح الموسم الدراسي، وهذا الدراسي أهم من كل ذلك، لأن بلادنا رأس مالها الكبير في الحقيقة، رأس مالها هو العلم، رأس مالها هو الثقافة. ولذلك تونس راهي مرشحة لأشياء عظيمة، أن تكون مركز عظيم للنشر، أن تكون مركز عظيم للصحة، أن تكون مركز عظيم للإعلام، أن تكون مركز للمؤتمرات الثقافية، أن تكون مركز مالي دولي. وكل هذا يقتضي هدوء، كل هذا يقتضي أن نحن نتضامن ونتفائل خير بالمستقبل، وننظر إلى أن الأوضاع الصعيبة اللي نعيش فيها الآن هي أوضاع وقتية، ولكن يعني ننظر شوية قدام، ستكون تونس إن شاء الله مش سويسرا، خير من سويسرا إن شاء الله، ستكون تونس نموذج لهذه الزيجة العظيمة بين الإسلام والحداثة، بين الإسلاميين والعلمانيين، بين كل المكونات السياسية والثقافية لتونس. ولذلك نصبر شوية، الحكومة هذه اللي انتخبتها حكومة جادة وحكومة صادقة وحكومة فاضلة وناسها أكفاء، أعطيها شوية وقت. ما ثماش حد إذا قال لكم واحد أنا عندي حل باش المشاكل كل نحلها اليوم، أراه ما هو صحيح. مشاكلنا تحتاج إلى وقت، وتحتاج ونحتاج إلى أن ننعق، إلى أن نعمل، وأن العمل له شرف. كل عمل شريف هو شرف مهما كان، سواء كان عمل بناء ولا عمل فلاحة ولا عمل حدادة ولا نجارة داخل البلاد ولا خارجها. بلادنا هذه تنتظركم، هذه الثورة، دماء الشهداء تناديكم أن اتحدوا أيها التوانسة من أجل التنمية، من أجل صناعة نموذج مشرق للديمقراطية وللإسلام وللتنمية في العالم هذا. وربي يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ويجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.